الشباب، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، والأعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. توماس يا قول لي ايه الاخبار؟ كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي الجوله قد ايه يا كوتش؟ ليه؟ اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس؟ يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج بس؟ عموما اول الجرس ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. يا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. يا راجل وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. توماس تحت الحزام هينفع وشه كله مقص. شيل الراجل ده، شيل الراجل ده، شيله من هنا. يا جماعه حاجه، يا جماعه ده هيشرب. واي امسح هيشرب. يلا يا وحش قصصه. يلا خد سيجارة ولا خد خلاص. واتس اوت يا جماعة، واتس اوت. بسيري بنجاها. يلا يا سيدوني الشكل الصايم. يلا يا جماعة دور. يلا 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 جيب بس خش عليها.
طول السنة. يا عم انت مجهود ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ طب يشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. اي سوير انه بيشرب بص. واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش. لا وايه؟ ده فتح سايبر يا وجع مربربه. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا. حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبه تلقي. لعبت عليكي بطنك يا بعيده. هي الناس ناقصه لعب ولا ايه؟ ما ناس ملقحه على القهاوي طول اليوم عم تلعب كشتينه وضمنه وبرغوته. وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمده دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ مفيش نت. قلت نت ايه؟ مفيش نت والله. صح نت في المزاريطه؟ لا والله دي حرام. جزره وقطمها جحش. اساكر السلام عليكم. هي الشاشه ار يو كريزي؟ امر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على كده الساعه بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه يا بلاش. طب حس كده اديني ساعه نجربها. اوكي توماس يا جهزت ثلاثه. اوكي يا كم فروم هير. اهو دي ناسي جونينج. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. عايش تغلب ده؟ ايه ثانية واحد. هاي واتس جوين اون براذر؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي انتوا تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا هو اوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. اها اها ده انت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه هعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سيجوني؟ يعني اني دلوق عندي اكونتي على الفيسبوك؟ انا نجحت نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكونت على الفيسبوك مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصورة ليك
وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك، تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ رجاله ونسوين؟ سو ويرد. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا، عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معانا، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك، ما تاخدش فلوس. اللي هي لا، بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمدة الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και που αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Η μπάλα πίσω, τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب انا بتشات يا كبير. ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نديتي عملت الارض والاشغال ومشيت على كلام الفاضي بتاع جوني ده. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستكسخ سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، انا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير أم الجناب. ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. امال ايه يا كبير، ده حتى الحريم بيقولوا يا جعل مزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم 2 الصبحية للحريم وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي اوي ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر؟ برو احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياة زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنتت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانية واحدة، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقة بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقة بالنت. الأم اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجة عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لأهل بيتك. أنا ممكن أعمل معاك واجب أعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس أنا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت أنا إياك. إيه
كبير ما ترميش عصيانك وقذراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلتي ايه عنطقي؟ اخر مرة يا كبير ما هعملش كده تاني وحياة راس ابوي. قسما عظما يا هدية لو شفت عيني نت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخ. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. صوتك ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب وحش. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا واكل واكل خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح خذي نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده. يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا قدامي. في يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقتي لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا دي عشان انت هتفضحنا. انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي بس كده. بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير دي حاجه بسيطه. امال ايه الدخله اللي مطينه الطين دي؟ اقعد اقعد دي حاجه بسيطه قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسك امسك اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجه يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. اقعد علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانيه واحده. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 به. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله. وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا. انت مال اهلك؟ ما تطيع تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة اجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد. الشاشة. والفاره ويطلق عليها ايضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقه او الباور وهنا هننتظر لحظات صغيره الى ان يبدا التحميل او اللودنج. وعندما يبدا اللودنج ننتظر قليلا الى ان يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي او الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين. عاوزكوا تقطعوا بعض. عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. I hear them. I heard them. انجر انجر انجر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فاروج يا شمرطه قاعده قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انجر الايقوني. انا عارفها كويس. لا يا كبير انت عارفها كويس. استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها يلا شطور يا شطور يا كبير شطور. طول اللي ما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقلى شطورة.
يا كبير يا كبير، انت عارف كل حاجه لوحدك. بص الاجابه هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها، يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. اقول لك فين ولا تزعل شيء؟ مالك قاعد عم تتلوك في القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معامله خاصه، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس اللي دي اللي دي اللي دي يوم عيدو، يا رب يبارك يبارك بارك ويزيدو. خدي يا بوي، تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه، ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ابني كم كام؟ 2-2. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد وما عارفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا اسماعيل. حاسب يا اسماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الظهر، اما من الظهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله ياد، اضرب القنبله ياد ياد. خيانه خيانه يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها الفتك يا نجاتي. كل عمر غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابني انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟ ولا حاجة. الصوت العالي انت ولا ايه؟ الصوت والذوق يا ابني. يا فواز ما تستغنى عنك يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسكوا هيعلب دواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عالم. رجالة بشنبات عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقة وطخة وخد لك التارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفلة بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي، يلا انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك والسائل اللي يجراني. عارف يا فواز، انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى راي المثل، ما محبه الا بعد غباوه. ايوه صح يا نجاتي، انت غبي كله من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهارده مفيش نت في المزاريطه، فكوسه وقطمها جحش. ايوه وعلى راي الشاعر، ايه اوه لو سالوني بينا رجاله. بينا رجاله. ايه ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع يا جماعه؟ المكان اللي اتدمر ايه؟ وزا في ماشي لفهله نزته نقفها. ميسي 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 وجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق. مين؟ أنا جابر يا كبير. أنا نايم يا جابر، نايم أنا نايم. بس دي أمر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيب، موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد، قلت لك بعدين يا أخي. راجل تبت، تعالوا لي بقى، ده انا حشيلكم الطين.
جوماني عاد ما سكتش، قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش، ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن، ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ انا راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت، انا السنة اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجالة سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزة وقال لي ايه حاجة غريبة قوي قوي قوي. ايه حاجة غريبة قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنة، خزنة قديمة قوي من ايام المرحوم الكبير قوي، ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنة كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي. قوم ايه؟ عم جابر عم جابر، انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز قصر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي، انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي؟ وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. اهدى بحبك يا كوكي، وبوسه كمان الكبير قوي كوكي. دي القيامه قامت يا اولاد. وان كوكي ده اسم بلدي قوي، انا معاكم. بص خلي ده من نصيبك انت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كل دي؟ عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد، بنت عبيد السيد. ايوه. وده اسم نبوية حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله، وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطامك يا كبير، ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان، الله يكشفك يا بوي. اهدى هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ما انا عارف يا هتير انت ان صندوق حديد، هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا، وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه. ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعد عليه. هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس. ده لولا الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط نقط وخطوط، بس أنا فهمت. إيه ده؟ سحر. سحر كيف؟ سحر ما تعرفش السحر؟
ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفه الراجل اللي بيطلع الفروده من تحت باطه ويطلع الارنب من البرنيطه. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه الا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لان تلبسوا على اخر الليل. الله اكبر الله اكبر. بعيد بعيد سامحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمه زينه قوليها، ما عندك اسد كتمه. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، انا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. دارت خياره وقطمه جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الاساس. دلول الاساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. انا بقى حاسه ان الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الغريبه دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكات السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرانيه اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجه. اي جاي في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا ما بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حاره ودارت. هي ايه حاره؟ يعني ايه حاره ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص أمشور المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، نعمل له زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربرب ده؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم وليه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهت كبير. شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده جدي الكبير خالص، وهو عمّن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف. قول اللغز بيقول إيه؟ بقول لك ثمان نقط وبينهم خطوط. كل نقطة منهم. أنت حتروش يا شيخ. موها كمل. ثمان نقط وبينهم خطوط. والحل
فوق سطحهم موجود، حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وحيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وحنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وحنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرن طافع. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. ها يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضه، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضه عم جديد. وانا اقدر برضه يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوه قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامه يا سمره. ها ايه رايك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول. وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك. بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وحنول المراد؟ حي حي، حتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني أعمل إيه؟ فض الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعمليها اضربك بالجزمة. حقك علي. ما
يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكرة بقى أنا توصلت لحاجة، مش خط التقاطع ده كان موضين على نقطة؟ النقطة دي هي نقطة الشرطة. هو أنت مصمم تودينا أي داهية وخلاص؟ مش مكفيك إن العنبر كله دخل العناية المركزة بسببنا؟ أنا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش. أوعى. معلش. مش أنا قلت لكم يا جماعة إن اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. أنا بقى متأكدة إن حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الهيروغليفية دي. ووصلت الحاجة؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضلي بس ثلاث أو أربع رموز كده هقعد أعمل عليهم سيرش عشان أخلصه. محروق السحر على الشعوذة على شورتك يا فتاية. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفة والحكومة عارفة. وأنا إيش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ أهو صندوق أهو يا كبير. هكسره. كسر إيه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا جحشنتي؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارته دارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. تصدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت. Exactly. طب وإيه موضوع دلول الأساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. أقعد افتي أقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب. ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها، الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ about 2500. لا لا خليهم لك. بس انا عرفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين؟ صنع في الصين؟ أيوة سيب دي يا جون. جاي الكرام معنا اليوم. استنى يا جون يظهر في حاجة مهمة. سفير ديفيد ماك. أي أدور ذيس فيلم، سوى شفته أكثر من 100 مرة لسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy؟ جوني سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني لايك حبة حلوين. اوكي الحبة الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. happy. come on. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته اتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا. انا عندي الحل. spirit man. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس ده، حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزريطه لوحدها شاريه ولا 10000 قطعه. اوكي طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا نداري كده؟ اتس سو هوت. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو
انا بطلة يا جوني. اوكي بطلة ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناة المزاريتا تشانل، قول مش كده؟ الفكرة دي جامدة جدا. بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب، يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق، بس خلي الموضوع سيكريت عن يمين بالله. العيال دي عم تطبخ في حاجة، ادينهم سابوه على الحال ده. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني، تعالى توماس، بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر، صح؟ ثانية واحدة. رايت. بصراحة يا جماعة انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جوني حاساه عادي يعني، مش التاني احسن بكتير على فكرة. ايه ده؟ انتوا مالكوا؟ انت طلعت بره الموضوع خالص، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناة، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، احنا ممكن ندمرك. اوكي كام داون، الحكاية مش مستاهلة. بعدين احنا اتفقنا من الاول، اي حاجة ليها علاقة بالستايل والفاشن. اوكي. اشلي، عملتي ايه مع شركة الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعة الاولى وصلتهم البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت، كده يبقى ابتدينا جد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه، مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف كان داخل صوتك في البهيمه؟ عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبه، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ انا اقول لك. انت جهاد فوق. انتوا اقول ايه؟ يعني ما نويتش تعترف؟ عليا. اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورد المخزن. افلم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مش شويه عيقل. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه حيموت طلع من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموتها هيأثر فينا. ادرس، تعال يا ادرس، ما تخافش، انا مش هزيك، انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز، انت عاوز؟ احب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين، قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هديلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه، وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول دلوقتي. جوني وجماعته عم يطبخوا في حاجه بقالهم شوي، ايه هي؟ حاجه؟ تفتكر ايه هي؟ الظاهر ان صحتك جت على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع. امري جلابك. اقول قناه سيدوني هيعملوا قناه عتاجي على التلفزيون. قناة ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة في قدك ده، ولا ليه؟ انا هديك عينة مؤقتك ده عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك يا اشرف. امر يا كبير. اعمل الصح. تامر يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناه اعمل لي 10. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. امر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. امر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك، هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناة هتاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير، والمزاريتا كلتها هتشوفها. حق هادي يا بسيوني، لو عملتها ابقى لك الحلاوه. عيب يا كبير، ده انا بسيوني ساد اللي دخلت الاوروبي واجي يجيب لي. انت هتتنطط ياد ولا ايه؟ قصروا، الموضوع ده هياخد في يدك قد ايه؟ اسبوعين بكثيره، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير.
اللهم صل على النبي. اسمع يا عاد، الموضوع ده لازم أن يتم كتيمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضو همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطه. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك؟ انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيلا ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون، في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باينه قوي بصراحه. بصي انت خفت شوكليت وعصبيه بجد؟ لا حاجه تانية. ايه انطقي يعني. الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينط لنا كل شويه كده زي عوايده. هو تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه والحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ولد ابوي، يا عيني عليك. عم يحرت في مي، ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناه الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح. اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام الاسبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 لا، انا عايز ابقى انا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في المراكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة. صباح اشطاط. النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريطة تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطه. ايه عيد؟ مش عيد تاني، مش عيد، مش هتديني اداء. انا عملت ده وخلاص، خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من برة. إحنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بإيدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب أوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، و بيض وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية، والدقيق، وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير مية؟ نقول المقادير مرة تانية.
ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دفلهات العالم. ده شكله بده كاس العالم للمقتبين. طب خلص خلص قبري يلمك. But now that I've had time to absorb it, loving this. Awesome. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. Awesome. It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, Mom uses her zygodactyl feet, that means two toes facing forward and two facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... قروا في قرفكم! يمين بالله العيال دي لوزرز! أكبر لوزر زي كبير! هي العيال دي هتيرة واللي هي! عندنا برنامج عن السحالي والإبراص! دول مليين البلد! احنا بنجيبهم من الحيطة بالشبشب! لا ولا البت أشلي! جايبالك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة! بس ما تقوليش نسوين! على رأيك يا كبير! هي دي نسوين! فين الست إليسة والست هياتم وال... شوفي عم يعملوا كيف الجحش! شوفي شوفي! على فكرة دي مسروقة! مسروقة منين؟ بنت ماي راي اللي هو أنا ده؟ بتاع العيل العفش اللي هيغني راب اللي اسمه اكزيبت اللي عمال يعمل الدين. صح. اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي يا... ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقت دي فكرة البرنامج، إن احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الأحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي أهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. إن مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحوال، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل للمشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يسترها ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. عصبك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟ يا ولاد العبيطة، شفتي عملية؟ يا ساتر! ايه يا عتير انت؟ تدخل سويقة في حريم؟ العفو جنابك، حاجة مهمة. الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام، عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي، ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيون في المزاريطة. عفارم عليك يا بسيوني، هذا فزاع. امر جنابك. عاوزك اول ما الليل يليل، ما احنا بالليل اول ما الناس تنام ارتحت كده، تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز. يلي فلايرز داي؟ فلايرز يا بروشور. انا عاوز اول ما الناس تصحى الصبح تلقى اعلانات قناتي الكبير مغرقه كل مكان. امن جنابك هيحصل يا كبير. فزاع. طير انت. ايه كل البوسترات دي؟ وايه المكتوب ده؟ تشوفها تظبطك تقلبها نعبطك. العجل فطمه؟ ايه ده؟ ده كمان كاتب فوق K1. K1؟ K1 يعني ايه؟ قناة الكبير 1؟ K4 كبير؟ يا يا ابن اللعيبة. لا 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 اوعى تقول لي ان ده اعلان قناة، ده اخره اعلان دروس تقوية، رضا زينهم ملك الكيمياء.
لا 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 لا. وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زباله، وايه الكلام المكتوب ده؟ انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ايه؟ مش انه بينافسني، انه قلود مالوش ستايل، قالوا وانا بي زيه زي هدرس زي بقيه البلد كلها. ما يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني، اما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني. لا بس مفيش حد قلدني. ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زيي، يعني جامد بس مش جامد قوي. على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي. بص تشوفها تظبطك اه تقلبها نظبطك، اجي تشوفها تظبطك كما تقلبها تظبطك اه تشوفها تظبطك. توماس انا مصدوم، لا بجد مصدوم. انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود، طلع لا الكبير كمان، ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسته زي، مش ممكن يعني. انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي، ممكن احطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى بي يور سيلف ايه ده؟ تفتكر الكبير كان عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانا اكيد. اكيد يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك، لا ريلي اشتقت اليك متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كره سهر. تفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ أكيد مش هجيب منى شاذلي. شور يعني، بس ممكن يجيب حد من الغفرة بتوعه. أشرف. أشرف. وياخد أشرف بقى يعمل بيه برنامج أشرف حول العالم. كل يوم مغامرة في غيط شكل، يعني مرة غيط مانجا، مرة غيط موز، مرة غيط لوز. يا حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناة. حصري حصري، بقت موضة أصلها. ده إحنا هنشوف أيام. ضحك جدا. بس تعرف يا معلم؟ إحنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان إحنا من جوه طيبين بجد. وكيوت حقيقي يعني. سبحان الله، ربنا بيخلق الحاجه الحلوه وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجه يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك، الاثنين تين بس